اسمع انت وياه ولا هن كلمتين ما بصيروا جملتين، بتقولون لامكن على لساني. وشو هن هالكلمتين؟ بتقولوا للدبور ما راح يسكت بنوم، وهذا كل شيء عم تصرفيه من مالي ومال اخواتي البنات، وانا راح ارجعه على رقبتك 10 اضعاف. ومين انت لحتى تعطينا اوامر على الطالع وعلى النازله؟ والله لهلا ما بتعرف مين انا. اسمعوا للدبور، هذا المال مالنا ونحن بنعرف كيف نوزعه على بعض وبالحق كمان. والله خوش فرخ رجال انت، بتعجبني مرجلتك انا، بس كلها على الفاضي لانك لساتك بغو. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم. انت ما تتدخل والتهي بحالها، لا تتدخل بين البصله وقشرتها. بعدين هي قصه الدفاتر وحرق المطحنه ما خرطت مشتي بنوم. خلصنا بقى دبور، فار دمي منك. ها ليش عم تحكي هيك مع خالي ابو شكري؟ ليش خالك ابو شكري؟ خالك ابو شكري غيرنا له اسمه، كان ابو شكري هلا صار اسمه ابو سراء. انا سرادك خطاط. شوف ابو شكري، هي قصة كرم النطاط انا كاشفها من اول ما صاري، وهي المصاري اللي احتال عليكم فيها مشان يزور ورقه ربع القهوه، هدول كلهم اندفعوا من حقي وحق اخواتي البنات وحقكم كلياتكم، وهذا خالكم اللي شايفين حالكم فيه هو اصل البلد وهو اللي دبرها. يامو هلا خالي ابو شكري شو له عنا بالمطحنه؟ وليش عم تسال يامو؟ لانه بدي اعرف يامو، صار لازم اعرف ليش خالي ابو شكري ماسك كل الحسابات والدفاتر، وانا واخي نزار صنايعيه عنده، لا لنا شوره ولا لنا كلمه. ايه ومين ماسككم انت واخوك؟ استلموا منه الحسابات. طيب يامو، بس يعني خالي ابو شكري يعني شو له بالمطحنه؟ خالك ابو شكري مثله مثل اي شغيل بالمطحنه، ابوك شغله فيها. يعني انت ما بتزعلي اذا شو يامو؟ يعني اذا قلت له لخالي ابو شكري انه صار لازما ولا بد انه اعرف كل تفصيل وكل شارده وارده بهالمطحنه؟ لا يامو، يو ليش الازعاج؟ هي المطحنه اولتها واخرتها الك ولاخوك، ولازم تعرفوا كل شارده وكل وارده فيها. ماشي يامو، ماشي. يامو شو اللي خطر على بالكم لحتى عم تسالني هالسؤال؟ صاير شي بالمطحنة؟ الصراحة يامو اليوم اجى اخي خطاب لعنا على المطحنة وسمعنا كلام يحلو عن خالي ابو شكري. وشو حكى هالمغضوب عن خالك؟ قال انه عم بيسرقنا يامو، عم بيسرقنا. يسد حلقه، خالك اشرف من الدبور واشرف من عائلة امه. بس انا ما صدقته بنوب يامو، ما صدقته. ما احلاك تصدقه يامو. لك هذا خالكم، هذا سندك وسند اخوك. مظبوط يا ابو مظبوط، وهذا خالي وبحطه على راسي من فوق. وشو قال كمان هالمغضوب؟ بعت لك تهديد يا ابو. تهديد شو؟ قال حاجد بعزقي مصاري اخواتي البنات هون وهون مشان تقلبي الحق باطل والباطل حق. انا يا ابو انا بدي اقلب الحق باطل والباطل حق؟ هيك قال يا ابو، انا ما دخلني. وقال بكره اللي دفعك حق كل برغوت صرفتيه بالباطل 10 اضعافه يا ابو. عدم المؤاخذة سيد خطاب، المشروب اللي بدك تشربه من اليوم ورايح بدك تدفع حقه شندي. وليش بقى؟ شنو اجانا امر من الكركون انه ما نعطي اجرة القهوة الا لبيت ابو هشام وبس. ايوه هيك لك. وانت ما بتريدني اخسر، ما هي خطاب؟ لا اكيد ما بريدك تخسر. يا عيني عليك، هيك استبينا، يعني الطلب اللي بدك تشربه بدك تدفع حقه شندي، وإذا ما معك أنا بدينك عيني. سالي هات لنا شاي. على عيني. وجيب لي أرجيلة لكل واحد قاعد هون بالقهوة من الشباب الطيبة، وعحسابي. إذا هيك تحت أمرك خطاب. سالم شوف شو بده السيد خطاب. أي حاضر. شو بلا خطاب؟ روي. مروي أنا؟ شو شايفني مو مروي يعني؟ أكثر من هيك رواه ما عاد فيه. أبو سعدو روح دور على بيت للبيع، ولما بتلاقي تعال خذ حقه مني.
والله ما لقيت ولا بيت سيدي. شو ساوي لك يا ابو سعدو؟ يعني قوم انا اترك شغلي وروح دور لك على بيت للبي؟ استغفر الله استغفر الله، والله مو هذا قصدي. شو لك عن قصدك يا ابو سعدو؟ يا ريت حاكمنا الدبور يأجل اخذ البيت لبعد العيد الصغير. شو رايك سيدنا؟ طيب طيب، انا رح احكي لك يا ابو سعدو. ربي يخليكم يا سيدي، انا هذا اللي بدي اياه منكم مو اكثر من هيك. تيسر ابو سعدو تيسر، الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا ان شاء الله خطاب يرضى يعطي البيت لابو سعدو. اتركوا خطاب علي، انا بحاول اقنعه. شو بدك معلومات تسألوا يا افندي؟ ايه لعيونك، شرف سؤال. اعطيني اسم امك واسم ابوها لامك واسم ابوه لجدك واسم جد جدك واسمك واسم اختك. اوف اوف اوف، ليش كل هالمعمكين؟ هذا شغلي يا سيد خطاب. طيب اسمي واسم اختي بكفي ولا ما بكفي؟ يا سيد خطاب، نحن لساتنا ماشيين على السجلات اللي سواها الاصملي، وكل شيء بدنا اياه لازم نعرف الارميه الاساسيه لكل مالكانه، لمين كانت ولمين انباعت، وهذا الشيء ما رح نعرفه الا اذا عرفنا اسامي بالتسلسل للعيله. ايوه قنعتني، سجل عندك. تفضل. هذا يا سيدي جد جدي. الله يرضى عليك يا خطاب، انسالي قصة أبو سعدو لبعد العيد الصغير، وأنا بذات نفسي بيجي بسلمك البيت. شو قلت يا خطاب؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا شيخنا، بس غالي والطلب رخيص، ما رح خجلك. يعني روح لعند أبو سعدو وقول له لا تطلع من البيت لبعد العيد الصغير. أمرك. الله يرضى عليك يا خطاب، لأن بدك تفرح أبو سعدو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أنا مين بده يفرحني؟ طاب وافق يتم التسليم بعد عيد الصغير مباشرة يا أبو سعدو. كتر خيرك يا سيدي الشيخ، كتر خيرك. ولو الناس لبعضها يا أبو سعدو. يلا السلام عليكم. ما بصير، بدك سبق على الغدا شيخنا. غير مره غير مره يا ابو سعدو، السلام عليكم. الله معك، مع السلامه سيدي الشيخ. مع خبرت الكل يا مختار، وابو عدنان الحلاق قال انه هو ما له جاي. شو على كيفه؟ هو قال لي انا ما دخلني. اسمع سالم، هلا بتروح بتخبر ابو فكري الدومري وابو سعدو الحارس يجوا لعندي بعد صلاه العشاء على الديوان. حاضر، على عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبنا يا مختار، أنا شايف أنه من هلأ بلشنا نتمكمك ونقول ما لنا جايين على جمعة سماع الشهود. مو على كيفهم، الكل بدهم يجوا ويسمعوا الشهود يا أبو عطاء. إن شاء الله. وأنت كمان يا أبو أشرف. رأسنا بيسبق أجرينا يا مختار. اللي يا أبو أشرف، ليش جايين بكير لعندي؟ جاي ندعيك على جمعة راس ابني أشرف يوم الخميس. راسي بيسبق رجلي يا أبو أشرف. هذا الشيء بيشرفنا يا مختار. إن شاء الله. لا لي رايح ولا لي جاي يا أبو نادير. ما بدي أعرف ليش يا أبو عدنان. هيك أخي، مرا. وشو هالمرا اللي صار لك على غفلة؟ هلا شبه مرا يا أبو نادير. لأنه مزبوط ولأنه مدوزان. أخي بصراحة بصراحة، أنا مالي حابب روح على ديوان مختار وشوف هذا الدبور بخليتي. بس هذا مو عذر يا أبو عدنان. لك شلون ماله عذر أبو نادر؟ وأنا ما بطيق طص وشه قدامي. كل رجال الحارة راح يجتمعوا اليوم بالديوان، وأنت واحد من عضوات الحارة، وما بصير تغيب بنوب عن الاجتماع يا أبو عدنان. يعني أبو جابر وأبو حمدي جايين؟ إيه لكان جايين أبو عدنان. إيه، ما دام أبو حمدي وأبو جابر جايين، أنا بجي. معناها بشوفك اليوم بالديوان. ماشي يا ابو نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم على نصه. شو بدنا بهالشغله؟ يردوا يفتحوها من جديد. شو بدنا فيها؟ الله يستر.